تخوض القوات المسلحة سلسلة من العمليات العسكرية في سيناء بالمشاركة مع عناصر مكافحة الإرهاب بالشرطة، خاصة بعد تكرار الحوادث الإرهابية في تلك المنطقة والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الأبرياء من شهداء الوطن والواجب. فكان لزاما أن تتنوع سبل المواجهات الأمنية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، وذلك بهدف القضاء على البؤر الإرهابية التي تغلغلت في بعض المناطق المحدودة من سيناء. من هنا حرصت القوات المسلحة على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب، منها الرصد وتتبع شبكات الإرهاب وتفكيك قواعد الدعم وتجفيف منابع التمويل وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، وكذلك تنفيذ حملات ومداهمات بالتنسيق مع الشرطة تزامنا مع اتجاه الدولة لاستكمال مشروعات التنمية في سيناء للارتقاء بالأوضاع المعيشية للقضاء على البيئة والمناخ الذي يغذي الإرهاب. من هنا حرصت القيادة السياسية على وضع سبل جديدة ومتنوعة للمواجهة الأمنية والاستراتيجية لمكافحة الإرهاب في سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس الأمن القومي للتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية والجارية لمقاومة الإرهاب في سيناء واقتلاعه من جذوره، وزيادة عمليات قوات إنفاذ القانون في سيناء، واستخدام أسلحة وتكتيكات جديدة في ضوء تكليف الرئيس السيسي لرئيس الأركان بالقضاء على الإرهاب في سيناء. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الأولى، ويسعدنا أن ينضم إلينا فيها اللواء دكتور شوقي صلاح عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة والخبير بمكافحة الإرهاب. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. بداية، كيف ترى نشاط الأجهزة الأمنية في سيناء في إطار جهود اقتلاع الإرهاب؟ ما من شك أن سيناء هي البؤرة الأكثر التهابا في مصر فيما يتعلق بالحوادث الإرهابية، كانت وما زالت. عشان كده في دعم قوي جدا للقوات المسلحة والشرطة المدنية لمواجهة الإرهاب في شمال سيناء تحديدا. إنما الأمر مش سهل، والكلام ده اتفق عليه كل المحللين الأمنيين في مصر. بمعنى إيه مش سهل؟ إن شمال سيناء بصفة خاصة لها خصوصية، ألا وهي أن هي بالقرب من الحدود مع غزة مع الكيان الإسرائيلي. فكان في مخطط لهذه المنطقة أن هي يوردوا ليها الإرهاب من كل حد وصوب. ليه؟ عشان يبقى ما فيش سيطرة للقوات المصرية للدولة المصرية على هذه البقعة من الأرض، عشان يبرروا أي وجود أجنبي، أي معالجة للمنطقة ربما تكون على حساب أرض سيناء فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية. خلينا نكون صرحاء، هذا هو موقف هذه البقعة تحديدا، بيرد إليها الإرهاب من أماكن أخرى. من شهر تحديدا طلع علينا أردوغان رئيس تركيا وقال إن الإرهابيين من الرقة بعد ما حصل يعني هزيمة لتنظيم داعش في الرقة، قال إن هم متوجهين إلى مصر. قالها صراحة جهارا نهارا كده، قال لك متوجهين إلى مصر. طيب إحنا يعني إذن في دعم من أجهزة مخابرات يؤكدوا حاجة مهمة، الأحداث نفسها، الأسلحة وطبيعة الأسلحة مع الإرهابيين، استخداماتها مش استخدامات عادية. أنت عشان تضرب في مطار طيارة، لا احنا هنتوقف عند هذه النقطة. لا انا مش هشرح في التفصيل، انا بقول بس ان احنا مع حضرتك سيادة اللواء لموجز اخبار الساعة مع الزميل احمد عتابي، ونعاود الحوار مع لواء دكتور شوقي صلاح. ابقوا.
مشاهدينا الكرام أجدد التحية بحضراتكم وضيف هذه الوقفة الحوارية في حلقة اليوم من القاهرة سيادة اللواء دكتور شوقي صلاح عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة والخبير بمكافحة الإرهاب. أجدد التحية بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنا نتحدث قبل موجز أخبار الساعة عن الإجراءات الأمنية في شمال سيناء، وتطرقت حضرتك في الحديث إلى حادثة استهداف مطار العريش. نعم، الحادثة دي بتؤكد أن الإرهابيين اللي قاموا بالعملية واخدين دعم مخابراتي، دعم معلوماتي قوي جدا من خلال استهداف طائرة بعينها. والحمد لله أن هم يعني في استهدافها ما كانتش القيادات بتاعتنا، وزير الدفاع ووزير الداخلية موجودين فيها، إنما رحم الله شهدائنا اللي راحوا في الحادث. إنما في دعم مخابراتي ما من شك. طب أدلة حضرتك على وجود هذا الدعم؟ أدلة منطقية، تحليل أمني، إزاي يقدر ينال من طائرة بعينها من مكان بعيد باستخدام ممكن يكون بقذيفة هاون أو مدفع أو قذيفة صاروخية أخرى، ولكن أنه يحدد الهدف ويرفعه وياخد الإحداثيات بتاعته وهو في مكان بعيد ويوجه القذيفة للهدف ويصيبه، ده محتاج معلومات، محتاج دعم معلوماتي عشان يقدر يعني يستهدف الطائرة بهذا الشكل. طب ده قدر التدريب اللي بيتلقاه الإرهابي اللي موجود في شمال سيناء، ده نوع التدريب اللي هو بيتلقاه، وده هو نوع السلاح اللي بيستخدمه؟ ممكن أقول إن الإرهابي ممكن يدخل بالسلاح، ممكن يدخل بالسلاح سواء كان صاروخي أو كان هاون موجود لديهم، إنما عشان يعني يقدر يصيب الهدف بدقة لا، مش إمكانياته ما تصلش إلى هذا الحد، لازم ياخد معلومات، ولازم ياخد معلومات. العملية مش عملية إن يعني الزيارة غير معلن عنها، فيعني لا، هو العملية بتاعت الزيارة غير معلن عنها مش هي دي القضية. القضية إن هو قدر يستهدف الطائرة بتصويب دقيق لا يتأتى له إلا زي ما قلت لحضرتك بمعلومات عن مكانها بالضبط، وهو مكانه ممكن لو معاه مدفع هاون يعني يستطيع بأن هو إذا كان يعني محدد المكان اللي هيضرب منه مسبقا، ثم وردت إليه المعلومة عن الإحداثيات بتاعت مكان الطائرة بالضبط، ممكن جدا يستخدم مدفع الهاون في إحداث إصابة للطائرة، والهاون بيتضرب من مكان بعيد وبيبقى القذيفة بتطلع وبتنزل على الهدف بتاعها. إنما لو كان استخدم قاذف صاروخي أو يعني صاروخ بشكل أو بآخر، وإحنا برضو لغاية دلوقتي بننتظر الإعلان من المتحدث العسكري يقول لنا بالظبط هو استخدم إيه، إنما كل المعلومات اللي بتتقال معلومات من يعني محللين وكالات أنباء عالمية كلنا اطلعنا عليها، إنما الأمر اليقيني هيجي من خلال المتحدث الرسمي إذا وجد إن يعني المعلومة ممكن يعني يصرح بها للجمهور المصري أو العالمي. طب أحد الخبراء الأمنيين سيادة اللواء تحدث عن إن ده تطور نوعي لتسليح الإرهابيين في شمال سيناء. يعني مش هقول تطور نوعي، إنما هو الاستهداف بالدقة دي هو في دعم مخابراتي، وده اللي بيكشف عنه التحليل بتاع الحادث، وده كلام مش قليل. يعني الحادث بتاع مسجد الروضة ممكن تقول ما يعني مش بالضرورة في دعم مخابراتي، ناس قاعدين في مسجد وهم دخلوا بأسلحة عادية وقنبلة رموها في المسجد وضربوا نار موتوا ناس، مش محتاج دعم مخابراتي. إنما في حادث مطار العريش يعني إنه التطور نوعي، يعني في بالمنطق إن في أجهزة مخابرات وراء الدعم للإرهابيين، وده كلام خطير.
طب سيادة اللواء، احنا لم ننكر مطلقا وجود دعم مخابرات لكل العمليات الإرهابية يمكن اللي بتجري على مصر، وجود مخطط بتخدمه أجهزة مخابرات دولية، لكن حضرتك بتأكد قوي في الحادثة بتاعت يوم الثلاثاء الماضي عن انها دعم مخابراتي، وكأن ذلك يعني امر جديد على العمليات اللي بتنفذ او المخطط. كل العمليات يا استاذه غاده اللي حصلت من قبل ممكن يقوم بيها التنظيم بامكانياته الذاتيه. انما الحته اللي احنا بصددها لا، دي دول ده في دعم معلوماتي ما. وبعدين عايز اقول حاجه بقى، ربما يا ريت يعني تصل الى مسامع الناس الارهابيين اللي قاموا بالعمليه. في مخطط اي حد بيعمل دعم معلوماتي لارهابيين بيعملوا عمليه زي كده لازم يكون حاطط في المخطط بتاعه ازاي يصفيهم اللي اداهم المعلومه. ليه؟ يتخلص منهم؟ لازم شور، لازم يكون حاطط في ترتيباته انه لازم يتخلص منهم عشان دول شهود عليه. الحته دي على فكره حته جد مهمه لازم يفهموها هم كويس قوي، قد ينال منهم من خلال ان هو يسرب الخبر للقوات المصريه او للدوله المصريه عشان تخلص عليهم، او يرتب لهم ترتيبات ما. طالما هو دعم مخابراتي يبقى لازم يظل يعني مستور. النقطة اللي مهمة برضو في السياق ان احنا لازم نكون عاملين تطوير تشريعي للعفو العقابي اللي ممكن يحدث نتيجة ان واحد اتقبض عليه وأرشد عن الممول الذي قام بتمويل العملية. احنا عندنا المادة 38 من قانون مكافحة الإرهاب اللي بتتكلم عن التخفيف العقابي أو الإعفاء من العقاب، بس الحقيقة المنظومة دي قائمة على ان ايه؟ إعفاء من العقاب لما قبل ما يحصل الجرم يبلغ عنه. طب افرض بقى واحد ارتكب الجرم زي الجرم اللي حصل ده واتقبض عليه، خلاص مفيش عنده عفو عقابي وفقا للمادة 38 من قانون مكافحة الإرهاب. طب وليه ما لا؟ طب أنا ممكن أديله مش لازم عفو كامل عن العقاب، بس بدل ما يتعدم ممكن نعمل تخفيف عقابي في مقابل إيه؟ إنه يدلي بمعلومات عن من موله، لأن الممول ده هو بيموله وبيمول غيره، فده يعني رأس حربة أنا عايز أنال منه. إحنا لازم برضو ننظر في التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، محتاجين نطور حاجات فيها وخاصة فيما يتعلق بالعفو العقابي، وكمان فيما يتعلق بالإبلاغ عن الجرم الإرهابي. الاتنين دول عايزين نعمل لهم إعادة صياغة مهمة جدا. طب سيادة اللواء، يمكن حضرتك تحدثت عن ضلوع أجهزة مخابرات في هذه الحادثة تحديدا. ده تحليل، ده تحليل. نعم. فكرة يعني وجود تحركات على الساحة الدولية وملفات عديدة مفتوحة في وقت واحد، يعني تصفية داعش في سوريا وفي العراق من أماكن، وإعادة توطينهم في مناطق أخرى، الملف الفلسطيني وقضية القدس وآثار ذلك، هل ده ممكن يقرأ البعض بأنه عقاب لمصر على موقف حازم أخذته في هذه القضية؟ ما منش أشكرك على السؤال، بداية سؤال مهم جدا وبيتردد في أذهان المصريين ككل يعني الحقيقة، يعني وهو فعلا بياخدك التحليل إلى النقطة دي، إن الحدث جه مباشرة بعد أن قامت مصر على المستوى الدولي بأن هي طبعا يعني رفضت قرار ترامب فيما يتعلق بالقدس ونقل السفارة الأمريكية، ثم تلت هذا بإجراء قوي جدا أمام مجلس الأمن، ثم النهاردة أمام الجمعية العامة وتم التصويت زي ما حضراتكم أشرتم في الأخبار لصالح يعني ان ضد القرار، رفض القرار الآن. فبدا الامر لاي محلل ان دي عشان دي، وخاصه ان حصل توعد
للدول اللي هي تناهض قرار ترامب، فما بالك بمصر ان هي خدت مبادرة في مجلس الامن ثم المبادرة بعد كده اليمن تقدمت في الجمعية العامة. يبقى اذا مصر ليها دور محوري، فهل ده يعني قرصة ودن مثلا لمصر؟ الموضوع يسوق المحلل إلى هذا الطريق، ولكن أنا عايز أقول بقى في السياق الأهم هو إن قرار الرئيس ترامب خطورته أنا عايز أحط سبوت عليها من زاوية مهمة جدا. خطورة قرار القدس ونقل السفارة والتحرك السياسي في اتجاه تهويد القدس تماما، انت كده بتدي عايز اقول لك بتدي يعني فرصة ذهبية للتنظيمات الإرهابية العالمية، داعش، قاعدة ومن على شاكلتهم، بتديهم فرصتهم الذهبية بقرارك ده في هذا التوقيت. بمعنى ايه؟ التنظيمات دي احنا بنقول عليها إرهابية، إنما لو جت بعد قرار السيد الرئيس ترامب بما يتعلق بالقدس وجت عملت عمليات ضد المصالح الإسرائيلية والعنوان القدس عربية مثلا، هي كده تحولت من مربع الإرهابي إلى مربع آخر، الكفاح المسلح ضد مستعمر، تحولت من مربع الإرهابي إلى مربع آخر، كفاح مسلح ضد مستعمر. الله، ده هيجدها فرصة ذهبية إنه يعملها. أنا آسف إن أنا أقول وأتمنى لا ألا تحدث، هيفعلوها، لأن هم بالذات في الرمق الأخير، داعش في الرمق الأخير، لما يكون تنظيم بحجم داعش وهو في الرمق الأخير عايز يعيد يعني الدماء إلى هذا التنظيم مرة ثانية ويجذب أتباع جدد، فيعمل إيه لما يلاقي قرار زي كده؟ هيندفع في عمليات ربما ضد الأمريكيين، وأتمنى ألا يفعلها، إنما هو غالبا هيجدها فرصة ذهبية إنه ينتقل من مربع الإرهابي المدان إلى مربع آخر، ألا وهو الكفاح المسلح ضد مستعمر، ألا وهو إسرائيل. وساعتها في ناس كتير هتنجذب إليه للأسف الشديد، هو يعني هيستغل الفرصة. أنا مش عارف هل يعني المستشارين بتوع السيد ترامب هل ما عرضوش عليه الجزئية دي؟ أنا أشك إن هم هيكونوا عرضوها، لأنها جزئية محورية، وأنا يعني أنا أتوقع أن هي ستحدث قريبا، وهينتهز التنظيمات الإرهابية هذه الفرصة ولن يفوتوها. طب سيادة اللواء، يمكن تابعنا كلنا تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الأركان يعني القضاء على الإرهاب في وإعادة الاستقرار إلى منطقة شمال سيناء خلال 3 أشهر. حضرتك شايف يعني إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع بعد هذه الحادثة، هل هي رسالة؟ هل هي يعني بتتعارض مع كل جهود مصر في دحض الإرهاب؟ يعني عايزة أعرف قراءة حضرتك لذلك. خليني أكون يعني أنا طبعا يعني السيد الرئيس في توقيت إصداره التعليمات للسيد رئيس الأركان كان يهدف أهداف كتيرة جدا. أولا يهدف إلى فعلا مواجهة أقوى بكتير قوي للتنظيمات الإرهابية في سيناء بصفة خاصة، إنما هو مش معناها أنه هو هيقضي تماما على الإرهاب في سيناء أو في مصر، يعني بالذات في سيناء، إنما هيوجه ليه ضربات قوية، وبالفعل حصل. بس القوات المسلحة ما بتحبش تقعد تعلن كتير، هي بتشتغل في هدوء وصمت، وحتى أجهزة الشرطة تحب تشتغل في هدوء وصمت لغاية ما تلاقي النتيجة واضحة قدامك، عشان لما بنقعد نتكلم كتير الحقيقة الموضوع بيبقى
لا، محتاج شغل اكتر من الكلام، وهو ده اللي بيحصل على فكره فعلا. الناس ما احد الخبراء الاستراتيجيين سياده اللواء قال ان يمكن المقصود باعاده الاستقرار والهدوء الى سيناء خلال 3 أشهر هو عدم وجود مكان على الارض لهذه التنظيمات، يعني ربما تحدث عمليات ارهابيه في اي مكان في العالم، ولكن الارهاب ليس له مكان وله يعني بؤره هو يستوطنها. شوفي طبعا السيد الرئيس ويعني مدرك تماما ان ما فيش اي رئيس في العالم يستطيع ان يقول بثقه ان هو هيمنع الارهاب او هيمنع الجريمه، انما هيحد منها بدرجه كبيره، اي نعم، وهو ده الهدف الاساسي. انما العمليه استاذه غاده عمليه في التوقيت اللي قال فيه التوجيه السيد الرئيس، العمليه كانت نفسيه قويه جدا. انت عندك حدث جلل الا وهو الاعتداء اللي حصل على مسجد الروضه، السيد الرئيس كان عايز يظهر بمظهر قوي جدا. الشعب المصري كان عايز يشوف القوة دي في السيد الرئيس، وهو بيقول توجيه إلى السيد رئيس الأركان، وهو بيقول أنا هستخدم القوة الغاشمة. الكلام دون أنت بتشتغلي معنويات، الحرب مش كلها يعني مصارعة بس، لا، في معنويات، فيها شق نفسي كبير، نفسي قوي جدا. فهو السيد الرئيس لما يقول دي أو التانية يبقى هو عايز يضغط على معنويات الشعب المصري ومعنويات الإرهابيين ومعنويات الجيش المصري، انتوا لازم يعني توجهوا ضربات قاسمة لهذه التنظيمات في هذا المكان، لأن المكان ده فعلا بؤرة يهدف أعدائنا إلى أن هم يحققوا مصالح كتيرة قوي ليهم من خلال استمرار هذه البؤرة نشطة. نعم. طب سيادة اللواء، يعني نقل عناصر من تنظيم داعش، وقيل ان في طائرات أمريكية قامت بنقل عناصر من تنظيم داعش على طائرات أمريكية، فكرة إعادة توطين هذا التنظيم في أماكن أخرى في ظل يعني حرب ضروس ضد الإرهاب في سيناء، هل ترى ما بين تصريحات الرئيس التركي وحادثة إرهابية كهذه تحدث في سيناء وفي نقل فعلا لعناصر لا إرهابية؟ بس أنا لم يرد إلى علمي، رغم أن أنا بتابع يوميا كل الأخبار، أن أي حاجة تتعلق بطائرات أمريكية نزلت في سيناء. لا، ما قالتش نزلت، قالت يعني شالتهم من الرقة ونقلتهم لأماكن أخرى. أماكن أخرى ممكن مثلا في ليبيا في حاجة، إنما في مصر لا. لا، ما قالوش في مصر، ولكن أنا بس إحنا بنوضح للمشاهد بس عشان يعني إحنا برضو تتكلمي على الولايات المتحدة الأمريكية وطائرات أمريكية ونقلت، يبقى عايزين نقول إيه لأماكن أخرى ممكن. لا، هم بيقولوا إن قيل إن طائرات أمريكية شالت عناصر من داعش من مناطق في سوريا ونقلتهم لأماكن أخرى دون تحديد، ولكن تصريحات الرئيس التركي هي صبت على أن مصر ستتعرض إلى موجات من عمليات. هو قال صراحة أن توجيه الإرهابيين إلى مصر، يعني هم هينتقلوا إلى مصر، ممكن يكونوا ترانزيت ليبيا يدخلوا مصر، أوكي يعني، إنما هو هكذا قال وفقا لما ورد في وكالات الأنباء العالمية. نعم. يعني إنما يعني في دعم أمريكي. بص، الاستراتيجية الأمريكية إن هي بتشتغل من خلف الستار، ما بتشتغلش بشكل مباشر في غالبية العظمى من الدعم بتاعها، دعم من خلف الستار عبر وسيط. الوسيط هو مين بقى؟ أي ما كان هو مين يعني، إنما مش بالضرورة طائرات أمريكية تاخد الناس وتنقلهم، أنا أشك في المعلومة دي، إنما ممكن أي طائرات تانية تقوم بالعملية، ولكن هم بيشتغلوا من خلف ستار، وهي دي بيقولوا عليها الاستراتيجي الذكي. انت مش بالضرورة انت اللي بتظهر بنفسك وبتعمل العملية بنفسك، انما في اخرين بيقوموا بالادوار، تركيا تقوم، قطر تقوم، شركات عندها طائرات تقوم بالعملية بتوجيه، انه هو ما بيظهرش في الصورة ك الولايات المتحدة وطائرات الولايات المتحدة، لا يمكن يعملها هكذا. طب فكرة إعادة توطين الإرهابيين يا سيادة اللواء، وفكرة إن مصر مستهدفة وفق تصريحات الرئيس التركي. نعم، هي ما من شك مصر مستهدفة، وبعدين الأمر الجلل في الاستراتيجي بتاعة الأمن القومي الأمريكي اللي أعلن عنها ترامب الأسبوع اللي فات، فيها
وفقا لتحليلي، ده تحليل شخصي، ان مصر هي على قائمة الاستهداف. بمعنى ان هو قال جملة خطيرة جدا، جملة بيقول فيها سنفرض السلام بالقوة. طب السلام مشكلته فين؟ السلام اللي هيفرض ده مشكلته القضية الفلسطينية. هتفرضها بالقوة على مين؟ على الفلسطينيين، ولا برضو بالقوة يعني ياخدوا جزء من الأرض عشان تحل القضية على حساب مصر؟ أنا بترجمها في بالشكل الأخير. أنا بشوفها كده. شوف يا أستاذة غادة، كونداليزا رايس لما قالت الفوضى الخلاقة قالتها 2005، في أبريل 2005، أيام ما كان جورج بوش الابن رئيسا لأمريكا. النتائج بتاعتها ظهرت في 2011. اشتغلوا، وهو ده اللي كانوا بيقول عليه أوباما الصبر الاستراتيجي. كلمة كده قالها في الاستراتيجية الأمنية بتاعته، كلمة الصبر الاستراتيجي، يعني هيشتغل معاك واحدة واحدة لغاية ما يحقق الهدف بتاعه. يبقى كونداليزا رايس كلمت عن في واشنطن بوست في إبريل 2005 عن الفوضى الخلاقة، ولا حد كان واخد باله ان هتوصل لفين الفوضى. مفيش فوضى خلاقة، الفوضى تجيب فوضى تجيب هدم. السيدة اعلنت عن الاستراتيجي دي في 2011، احنا شفناها رؤى عين، شفنا الربيع العربي وشفنا ما حدث من فوضى في بلاد عربية كانت ستنال من مصر. حصل بعض الفوضى في مصر، انما الحقيقة احنا لدينا جيش الحمد لله وربنا معنا، ولدينا جيش قوي، والشعب مدرك تماما وعنده وعي. فدول هم اللي سندوا مصر. الاستراتيجية لا تتغير يا سيدي. طب بس خلي بالك بقى، شفتي كونداليزا رايس لما اتكلمت في 2005 ظهرت بعديها بخمس ست سنين. والصبر الاستراتيجي يعني هيقعد يشتغل معاك واحدة واحدة لغاية أما يجيبك كتاف بلغة المصارعة. فهو النهاردة بيقول يفرض السلام بالقوة، مفيش سلام بيتفرض بالقوة. انت تفرض يعني امر واقع بالقوة، اوكي، انما تفرض سلام بالقوة ما يبقاش سلام. طب انت لما تقول كده، انا بترجمها كمحلل ان ده انت بتستهدف مصر بالقوة، يعني مش هتيجوا بالذوق ومش هتيجوا بالتفاهم، هيبقى بالقوة. طب ازاي بالقوة؟ هنا بقى في كلام كتير قوي. عشان كده انا اسف ان انا اقول ان احنا مضطرين، قد نضطر إلى إجراء تحالفات. نعم، ما فيهاش كلام. الموضوع يعني ما يتحملش أنك أنت لوحدك تقف أمام أمريكا، أي ما كانت قدرتك، أمريكا وإسرائيل وأتباعهم، ما تقدرش تقف لوحدك. كوريا الشمالية مش قادر يقرب منها لأن في وراها وراها في الصين. نعم، مش قادر يقرب فعلا. قول زي ما انت عايز، مش تقدر تقرب. وهو الصين قالتها له صراحة، لو بدأت بالاعتداء انا هتحرك، مش هتردد ثانية. وهكذا في تايوان، لو تحرك السفن الأمريكية في اتجاه تايوان انا مش هتستنى لحظة واحدة، هتحرك. هكذا في سوريا، الاتحاد السوفيتي عمل في روسيا بالنسبة لسوريا، والمشكلة في سوريا كادت سوريا أن تنهار تماما لولا الدعم الروسي. احنا مش هنقول احنا في ممكن يبقى في تحالفات واتفاقيات تقوم على المصالح، تعمليها مع مين؟ مع دول عظمى، يبقى مصالحها معاكي ومصلحتك معاها. إنما الاستراتيجي الأمريكي اللي أعلن عنه ترامب فرض السلام بالقوة، ده كلام في منتهى الخطورة وكلام لازم ننتبه إليه من دلوقتي، ما ننتظرش لغاية ما ينفذه على أرض الواقع، قياسا على كونداليزا رايس الفوضى الخلاقة وبعدين نشوفها على أرض الواقع. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء لواء دكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة والخبير في مكافحة الإرهاب، ودايما بنستمتع بلقاء حضرتك. أشكرك. مشاهدينا متواصلون معكم في وقفتنا الحوارية الثانية، ولكن بعد الفاصل.